أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي عليك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 0413035091. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وان شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال ان شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله، بفضل الله طبعا اولا واخيرا، ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة ان شاء الله جبت لحضراتكم عربية شوفرلي دبابة موديل العربية 2012 مستعملة للبيع في مصر. هنسيب حضراتكم دلوقتي مع بعض صور العربية، وبعدين هنقول لحضراتكم على مواصفات العربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. يلا بينا على بركة الله. رجعت لحضراتكم من جديد علشان نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية شوفرلي دبابة موديل العربية 2012. العربية بحالة شاذة، العربية فابريكا بالكامل بدون جرام بويا واحد لا من الخارج ولا من الداخل، العربية مصروف عليها، العربية فيها رخصة لمدة سنة مرور ديار بنجم شرقية، العربية الموتور بتاعها سليم، العربية فيها كاوتش جديد، العربية فيها بطارية جديدة، العربية الشاسيه بتاعها بدون مشاكل أو خبطات أو حوادث، العربية على الشغل على طول، مش عايزة جنيه مصروف. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شوفرلي دبابة موديل العربية 2012. سعر العربية 190,000 جنيه. سعر العربية 190,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-2098-4629. رقم العربية تاني 010-2098-4629. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه، ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.